ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على توقعات الاسبوع الاخير او الاسبوع الرابع لشهر اغسطس لعام 2021 لاصحاب برج الثور. برج الثور احنا عندنا خلال الاسبوع الاخير مهم جدا وقوي جدا داعم جدا، اجواء كتير مميزه، خاصه ان احنا عندنا وقت احلى جدا او ايام اكتر حلوين، خاصة بداية يوم 27 لحد يوم 30. عندنا الأيام دي حلوة قوي 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 على أصحاب برج الثور، نوع من أنواع تقدم الأخبار الإيجابية جدا جدا، نوع من أنواع الهدوء في العلاقات، التصالح، الرجوع، عندك أجواء ليها علاقة بالشأن المالي والمهني بالنجاحات والتطوير، خاصة ان كمان الشمس لما تكون موجودة في برج العذراء فده بيعني ليك الكتير، ان ده هيكون بالنسبة لك موضع امان اكتر او تسلط الاضواء عليك بشكل ايجابي. في بعض شوية العيون المتسلطة، ولكن عندك نجاحات قوية وعندك عيون ايجابية بتبص عليك، عندك حضور من حفلات، احتفالات، مناسبات سعيدة، اخبار جيدة جدا ليك، فعندك اجواء بالفعل مميزة. لو هتكلم على اطار كل شكل على حدة فهتكلم على الوضع المهني في البداية. الامور المهنية انت عندك اجواء مميزة كتير وخطوات مهنية داعمة وعروض مميزة حلوة جدا. عندك وضع مهني قديم او مثلا انت كنت في شغل سبته بيبقى عايزين يرجعوك الشغل ده مرة تانية. عروض ليها علاقة بترقية، ليها علاقة بانك تشتغل منصب افضل او منصب اعلى، عندك ده، عندك في عروض متميزة من الناحية المهنية جدا. وعلى فكرة هيكون في ايدك كتير انك انت تقبل او ترفض، يعني انت اللي هتقرر، ولكن حاول على قد ما تقدر انك لما تيجي تقرر يا برج الثور انك تقرر بالطريقة الايجابية مش بالطريقة السريعة ابدا. لا، شوف انا عايز ايه، انا شايف مصلحتي في ايه، حاول دايما تعمل ده لان عندك اكتر من عرض مش عرض واحد. كمان انت عندك حقوق ليها علاقة بامر قانوني او بعض الخلافات اللي كان مثلا شغلك او الشغل ده فيه فلوس ليك، بعض الخلافات مع الزملاء، الحاجات دي كلها فانت عندك حق بيرجع لك مرة تانية، فانت في حق بيرجع لك من امر قضائي او قانوني او حاجة تختص بالامر المهني، فعندك ده. لو كنت من اصحاب المشاريع الخاصة فهيكون عندك نجاح اكتر، هيكون عندك نوع من انواع التميز لان انت عندك تفكير وارادة عالية كتير ان انت توصل لمكانة متميزة. بالنسبة لك يا برج الثور عندك اجواء اقدر اقول اللي ليها علاقة بيه ان انت عايز تصلح كتير، عايز ان انت تكون افضل، عايز انك تتميز، عايز انك تعمل حالة من التطوير وحالة من الايجابية، فده نقطة مهمة كتير في الشأن المهني. اما الامور المادية بالنسبة لك عندك حاجة ليها علاقة بحركة بيع او شراء، يعني انت في حالة استقرار، بتستقر في تغيير منزل اصلا، في تغيير من مكان لمكان، وده هيكون بالنسبة لك شيء ليه علاقة بشأن مالي برضو، يا اما في فلوس بتجي لك يا فلوس انت بتصرفها كتير. انت عندك حركة انتقالية، ده يعني مفيش فراغ منه، لا موجود كتير، لكن انت عندك اكتر مكاسب مادية ليها علاقة بيه ان انت في حاجة مثلا استثمار، حاجة ليها علاقة بيه ان بيع وشراء، فعندك ده. فاذا انت لو شغلك حر او تجاري او حاجة ليها علاقة بالاستثمار فهيكون ناجح كتير، لو انت شغلك ليه علاقة بعالم شهرة هيكون برضو فيه نجاح كتير. فاذا برج الثور انت عندك نجاح اكتر في النقطتين او الحاجات اللي انا بتكلم فيها، حاجة تجارية او حاجة ليها علاقة بالاستثمار او حاجة ليها علاقة بالشهرة، ابداع، فيكون فيها نجاح كبير جدا. اما بالنسبة لي او كلام كتير بيتقال عنك وعليك يعني وعروض كتيرة اكتر. طيب بالنسبة يا برج الثور في الامور المادية انت عندك مكسب من الحاجات اللي زي كده جدا، يعني في مكسب حلو، حالة من او حالة ليها علاقة بتعويض خسارة. اما بالنسبة بقى للوضع العاطفي عندك كتير من التصالح، كتير من الرجوع، الناس المنفصلين كتير هيكون عندهم رجوع مرة تانية، لم الشمل، عندهم استقرار حلو قوي، لان انت عندك فيه دايما اللي هو انا عايز استقرار، عايز اصلح، عايز ما بقاش فيه اخطاء او فيه غلط، مش عايز حد يتحكم فيا او حد يملى عليا برأيه، عايز ان الرأي يكون رأي والقرار قراري، بتبص الامور بطريقة عقلك انت، من زاويتك انت، باتجاهات من ناحيتك مش اتجاهات الاخرين، فانت عندك ده بيوصلك لطريقة حلوه كتير ليها علاقه بالتصالح، بتاخد حركه مهمه كتير في ان انت تتصالح مع الشريك، ان انت تاخد خطوه بيه، ان انت تقرب منه اكتر، خاصه كمان ان في مواليد موجوده او مولود جديد هيكون عندك يا برج الثور، او اهتمام باولادك واسرتك جدا وحاله ليها علاقه بلم الشمل والترابط اكتر، ففي عندك ده. بالنسبه كمان لبعض الخلافات او المشاكل الموجوده في حياتك العاطفيه فانت بتحاول انك تصلحها، بتحاول انك تداويها، خلافات عائليه عاطفيه برضو بتحاول انك انت تصلحها وتجمع الخير ما بين الطرفين، يعني مش عايز يبقى في خلافات، فعندك ده.
عندك كمان انت اخطاء ذات نفسك قمت بيها، مش ليها علاقه بالاطار العاطفي وبس، لا ليها علاقه بامور حاجات كتير قوي انت بتحاول انك تصلحها، وبتحاول ان انت تدرس امر ما، بتحاول ان انت تخلص امر. فعندك ده الامور العاطفيه للناس اللي مش مرتبطين، هل انت عندك جاذبيه؟ اه عندك جاذبيه، وكتير بيبص عليك، وكتير مراقب تحركاتك، وكتير مراقب تغيرك، لان انت عندك حاله من التغيير اللي ليها علاقه بالستايل، ليها علاقه باللبس، ليها علاقه بالتعامل، ليها علاقه بالهدوء، بالحركه، بلان انت من شخص هادي لشخص بتتحرك بتتكلم متالق اكتر. فده هيكون كتير بيبصولك الشخص، الناس اللي انت بتتعامل معاهم على ده. فاذا في جاذبيه كتير للجنس الاخر تجاهك، او من الجنس الاخر تجاهك، فده عندك. اما بالنسبه للناس المرتبطين بالفعل، لا، في حاله لقرب العلاقات اكثر واكثر مع ابراج ايه، مع ابراج هوائيه وابراج ترابيه بالاخص. عامه يا برج الثور، الوضع اللي ليه علاقه بالاهل والامور الاجتماعيه، اللي ليه علاقه بالاهل والامور الاجتماعيه، انت عندك فيه ان انت عارف توظف طاقتك صح، يعني عارف انت هنا هبقى عامل ازاي، هنا هكون قوي ولا لا، هنا هكون ناجح ولا لا، هنا اطور من نفسي ولا لا، هنا اشتغل على نفسي. وكمان زائد ان انت عندك حاله تغيير في شكلك، في مظهرك، وده كمان الحاجات دي بتاثر على الاخرين كتير. فانت قادر على انك تبهر الاخرين، وقادر على انك انت تبهر المقربين ليك او الوضع الاجتماعي، الناس اللي حواليك، فقادر ان انت تجذبهم، قادر ان انت تبهرهم، قادر ان انت تخليهم يكونوا بيتكلموا عنك ويتسلطوا الاضواء او اضواءهم عليك. فعندك ده جدا. برج الثور، انت عندك في خلال الاسبوع ده تحضير مهم جدا لامر ما، تحضير لعرس او فرح، تحضير لمشروع مهم، تحضير لحاجه تعمل بوم كبيره جدا. فعندك تحضير لشيء قوي، تحضير لحاجه مهمه، تحضير لشيء يعني مميز كتير. عارف فكره ان لما تيجي تعمل حاجه تقول انا لما اخد كورس معين هيتكتب في السي في بتاعي ان انا عملت كذا، يتكتب، عارفين ده، انك تشتغل في مكانه معينه فتقول لا ده يتكتب في السي في بتاعي. يعني انا واحده من الناس دايما اقول بصراحه بتفشخر بالكلام اللي انا كنت في الاذاعه والتلفزيون فاشتغلت فيها، فاللي هو يعني لا بفرح كتير، عارفين الجو ده. في عندك ده اللي هو تحط في السي في بتاعك، فاللي هو انت لا حاجه مميزه، حاجه مهمه، فعندك ده جدا. طيب بالنسبه كمان يا برج الثور، في حاجه مهمه كتير قوي قوي، خلوني ان انا اقولها في شكل نصايح، لانه اعذروني الناس اللي عماله تطلبني ان انا اعمل نصايح، مش فهقول لكم نصايح في خلال الاسبوع ده. النصيحه اللي انا عايزه اقولها لكم ان انتم ما تستعجلوش على الامور، وخلي بالكم انتم عندكم توظيف في الطاقه بتاعتكم، يعني بتحدد انا طاقتي مركز فيه ان انا عايز اعمل ايه واتصرف ازاي وانجح هنا ازاي، ترتيب للامور عامل ازاي، تمام. لكن الفكره بقى ان انا عايزه اقول لك ان ما تخليش حد ياثر عليك بطاقته، لان انت عندك قابليه ليه ان انت تاخد من طاقه الاخرين. يعني لو تعاملت مع شخص كئيب هتكتئب، لو تعاملت مع شخص سخيف هتزهق وهتتضايق، مش هقول لك ان انت هتبقى سخيف، لا هتزهق وهتتضايق. فاذا ابعد عن الناس الكئيبه، مش وقتها ابدا، صدقني ما وقتها، انت وقت ان انت عايز تطلع وتبقى افضل وتبقى احسن، ما تخليش حد يشدك ويتراجع، صدقوني بجد الكلام ده مهم جدا. فابعد عن الناس الكئيبه مؤقتا، انا مش بقول لك ابعد عنهم، يعني هم برضو يعني ناس بيبقوا انا كتير اشوف شخص كئيب، ان لو حد متفائل يعني ايه يديله جرعه تفاؤل، لكن في اوقات معينه ما بيسمحش بيها الوضع كده تماما، يعني انت قول كلمه حلوه ولكن ما تلزقش فيها عشان ما تاخدش منه طاقه سلبيه. كمان انت عندك بعض العدوات الموجوده، ولان عندك تصالح في التعامل وتصالح في الفكر وتصالح في امورك الحياتيه، فانت في كتير باصص لك اللي هو ليه تصالح ما تخليها، فخلي بالك لان عندك عداءات كتير. فابعد عن العين والحسد، ودايما حصن نفسك يا برج الثور. دول خلوني اقولهم اهم نصيحتين محتاجاهم كتير خلال الاسبوع ده. زي ما قلت لك انت يوم 27 28 29 30 من افضل الايام خلال الاسبوع ده. انا بشكركم كتير، بحبكم كتير، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.